مساء الخير من مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت. ما راح أسوي جولة بس بوريكم بعض الأشياء. حضور اليوم بدعوة كريمة من الشباب القائمين على ملتقى أساس الخاص في المهندسين المدنيين. راح يكون عندنا إن شاء الله داخل المسرح هني تكريم لي ولشركة كيان، ومن ثم الساعة 5 راح يكون إن شاء الله عندنا ووركشوب بيسك ديزاين. هذا المبنى ما شاء الله معروف من الخارج، بس من داخل طبعا هني مكان القاعة اللي يسمونها القاعة المستديرة. في تعليق بسيط يقول لك function follows form ولا form follows function، يعني الشكل يتبع الاستخدام ولا الاستخدام يتبع الشكل. هني القصة اللي أشوفه إن الاستخدام تبع الشكل. الشكل العام خارجي ما شاء الله جميل، لكن بعدين تم حشوة في البروجرام. من القاعة المستديرة هني بنسوي الوركشوب. القاعة الثانية اللي فيها أماكن الوركشوب والتدريس والتدريب. هذه كلها قاعات للتدريب، وهني عندنا القاعة الخاصة في البيسك ديزاين. الشباب قواهم الله قاموا في كل الترتيبات. طبعاً اليوم عندي اليوم إن شاء الله بالحضور على حسب اللي أشوفه 25 شخص للوركشوب بيسك ديزاين. الله يعين. طبعا هني راح يصير التكريم والحفل في القاعة المستديرة. اسمها مستديرة بس ماني شايف ولا دائرة فيها كلش. هذه قاعة مستديرة، يعني مستديرة بس بطريقة هندسية. وطبعا الناس قالوا لي سوي تغطية، بس بقول لكم هذه يبيلها بروحها جولة خاصة، مو انا وراي وركشوب وندوة. الساعة 6 اعطيناهم ساعة انتروداكشن على الوركشوب وبعض الامور. الحين المشروع كالتالي، راح اقول لكم شنو هو. طبعا الحين قبل المغرب ما شاء الله صار الوضع الحلو، انا احب هالفترة هذه واحنا في مركز جابر الاحمد. الفكرة راح تكون نربط المركز هني لان احنا حاليا فيه بينه وبين البحر، راح نسوي جسر بين هالمنطقة هذه والبحر، لأن الشباب معظمهم مهندسين مدنيين بس ما شاء الله عندهم سكتشات خيالية. أوريكم إياها الحين خلال ساعة، أعطيتهم اكسرسايز وطلعوا شيء وايد حلو. ولأن بس عندنا 4 ساعات ويوم واحد إن شاء الله راح أعطيهم شغلة هم يحبونها كمهندسين، وهي جسر بين مركز جابر الأحمد إلى البحر إن شاء الله. كيان وبيسك ديزاين 1، الشباب بيخلصون ثاني اكسرسايز شوي ونعطيهم استراحة قهوة. طبعا بالاستراحة قلت حق الشباب افتروا وطلعوا برا في المركز، شوفوا الالمنتس، شوفوا الشاطئ، بس ما يدرون انهم راح يصممون جسر. واحدة من الانتقادات اللي انا بقولها هني، شوفوا القهوة اللي هناك حاطينها مو حاسب لها حساب، لان مكانها اللي داخل عبارة عن سن روم. تبون تدشون تشوفون؟ يعني انا داش هني من الدار الاوبرا وادخل داخل، شوف السفر، والله ما اقدر افتح عيني. الواحد يبي له نظارة شمسية عشان يقعد بالقهوة. عاد ما ادري ايش حق ربنا يحبون ترقع، يعني شوف الحين كاونتر صح إضاءة، بس لاحظوا البلاي ستيشن صارت هناك شوي غلط. طبعا طلعت الحين بالليل اصور لكم برا في المركز اثناء ما الشباب قاعد يبدعون الحين بالجسر اللي راح يسوونه. يعني الفكره اللي قاعدين نحاول نسويها ان نربط المركز، مركز الشيخ جابر الثقافي، مع البحر ورا هناك ورا الشارع. الحين الشباب قاعد يشتغلون طبعا على التصميم، فبعد شوي بجيبهم هني نتمشى ونشوف الشاطئ هذا اللي في البحر شلون راح نربطه.
يعني ما شاء الله المركز جميل من الخارج، فالجسر اللي راح نصممه جسر المشاة لازم يكون بنفس الروح أو بطريقة أخرى ماشي. معلومة عامة على المركز، التغطية الخارجية هي من التيتانيوم وتستخدم في تصنيع الطيارات، يعني هذه حق الطيارات. المعلومة تقول بعد أن مصنع البوينغ في أمريكا تأثر بسبب استخدام المركز لكمية كبيرة من التيتانيوم أثرت على السوق. حاليا الشباب يختارون المجسمات والمشاريع، فعندنا اليوم كريت بعدين سيلكشن. الشباب سووا برزنتيشن بسيط وكل واحد يختار له 3 مشاريع، لما نختارهم راح نختار 5 من 20 شخص مشاركين. خلصنا من التصميم والبرزنتيشن وحاليا الشباب راحوا على الموقع عشان يقارنون باللي قدموه. اخترنا، قلت لهم كل واحد يحط نقطة على الاختيار ماله، هذا فاز في أحسن تصميم جسر بين مركز جابر والبحر، وهذه بقية التصاميم. هذا واحد منهم، ثاني، ثالث، رابع، والخامس. بعد البرزنتيشن الشباب قلت لهم تعالوا السايت يشوفون يقارنون أعمالهم مع الموقع. خلصنا الدورة، 22 شخص كانوا، طبعا اللي ما صور نحاش وهذا، لكن ما شاء الله الشباب لا زالوا قاعدين هني ينظفون المكان ويجهزون حق باكر. الممر الخاص في المركز طوله كيلو عشان اوصل حق موقف السيارات، بس شوف الاضاءة هذه دي لايت. قبل اختم الليلة بوريكم، قلت لكم البروسس اللي مسوينه الشباب في دار الاوبرا اللي عجبتني الشغلة، البروسس بالمجسمات. هذه اول ما انبنت بين السلابات الكونكريت والعمدان، شوفوها كمجسم واضحة. بعدين أضيف لها القواطع الحديدية، هذا الميتل ستراكشر فوق الكونكريت. بس هذا اللي قصدت أنا، function follows form ولا form follows function؟ I think it was intended the other way. وبعدين أضيفة النقوش اللي موجودة، السكرينز اللي قاعد نشوفها هذه كلها صارت مع الستيل ستراكشر. وبعدين تايتانيوم كلادينج صار الشكل العام للأوبرا، والبقية زجاج. وآخر شيء الوضع الحالي، طبعا هذا مجسم معماري للمشروع. شوف شو صار. أمسية جميلة، مشكورين شباب كلية الهندسة المدنية على التنظيم الحلو وخوش ملتقى أساس، ونكمل باكر. مساء الخير، اليوم عندي مناظرة مع المهندسة مها بقماز، معماري ضد مهندس، راح تصير بلنتيات آخر شيء. اليوم ديبيت راح يكون ساخن بين المعماريين والمهندسين. معاي المهندسة مها عدل؟ نعم. جاهزة إن شاء الله؟ إن شاء الله. ما راح نوصل بلنتيات. فكرة مناظرة هي بين الإبداع والعملية، المهندسين دائماً عمليين، المعماريين فيهم إبداع وخيال شوي. أنا كمعماري عندي وجهة نظر، المهندسة عندها وجهة نظر، وراح يصير مناظرة، راح يعطونا وقت، وآخر شيء الجمهور يختار الفائز. عاد الله يستر، لأن هذا كله أساس ملتقى للمهندسين المدنيين، وأنا على قولتهم المعماري مو الوحيد، بس من قلائل المعماريين هنا. فأعتقد حالياً يمكن قاعد يغنون إحنا الجماعة ويقطعوا بروحه، الله يستر. إذا بيشجعوني شجعوني عبر السناب، نشوفكم داخل. بالتالي هذه اللي هي شلون ان انت تتكلم قدام الطلبة، شلون تنقل
التصويت يصير بالطريقة هذه. And this is the crowd. تصحيح المعلومة المساء، لا احنا فزنا كمعماريين في المناظرة. الارقام خشوها عني بعدين وروني اياها، بس ان شاء الله بعد شوي اخلص بس من تكملة العشاء. عازميننا العشاء، عشاء هندسي، اقول لكم القصة كلها. تنظيم اكثر من رائع، طبعا الشباب اعطونا درع جميل، مشكورين على هالدرع والاستقبال والتم